أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان فشت فيه غنم القوم وكنا شاهدين. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال ففهم
علمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا
سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
فاستجبنا ووهبنا له يحيى وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وتقطعوا
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لهم منا حسنى
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل وردنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما إلهكم